يوم 29/12 26/12 26 إلى حد الآن وقاعدين إحنا اليوم جينا بالصغر قلنا سمعنا إن في الناس بدات ترجع وكذا قلنا قالوا لعويلة خلينا نجوا نديروا دورة والله تونا جينا إحنا بنشوفك كان لقينا يعني ناس بدات ترجع بنرجع مادا والله بنرجع لنا إيجار بنادم إيجار و يعني مدبيه يجي يستقر في بيت أفضل أحسن وفي العلامات تقول ممكن بنادم يقدر يرجع يعني والله ما في لا بالعكس استغلوا استغلوا الفرصه يعني في اللي كان حتى ماجر ب 500 ولا بألف 1000 يعني عندي انا واختي ب 1500 ماجرين وفي اللي يجوا يقولوا لي مثلا في الوصول حتى يعني اللي حتى ل 2000 جنيه ف بالحق يعني الاخوه اللي, اللي, اللي ماجرين معظمهم يقول لك 90% استغلوا في فرصه النازحين وما رعوش ظروفهم وزادوا في الايجارات بدل ما بيساعدوهم زادوهم نجي ندير في دورة مره مره معدل مثلا اسبوع 10 ايام نجي نجي نشوف ندير في دورة لقيت بالحق يعني مكسرين لي زي ما شفتي انت الحوش هذه قبل شهر رمضان باسبوع او عشر ايام اعتقد وشاشه بوم غاز وواحد وش اسمها هذه تفايده زيتيه يعني لقيتها مكسرت بالحق هوني تو مرقي معايا قفل باش قلت ان باش نسكر من جديد اي وكان والله انا بتجي وكان يعني, يعني آه الامور كويسه بنرجع ماذا بيه نرجع لحوشه بالحق يعني توفر لنا اللي حوشه تكسر واللي حوشه نخناب تعويض بالحق يعني والناس اللي ماجره مثلا تعوضها في ايجاره وفي اللي مسكين حوشه وتو شفتها العمر اللي قدامنا هذه والله نصها طايح يعني الدوله ضروري تهتم وتعوض الناس بالحق يعني ايجاراتها ست شهور ماجر من اليوم شهر الشهر ستة احنا ولا واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة شهور ولا صاحب الإيجار ما يستنكش يبدأ يا أخي مرات يهدد يقول لك أنا عندي عائلة ثانية تبي تخش انت اطلع يعني نطلب من حكومه الوفاق انه ي... يعوضوا الناس بالحق وبدل ما احنا نقوم بفضل ان شاء الله الامور احنا والله الحمد لله فرحنا يعني لما وقفت الحرب والضرب لان في الاخير احنا ال... الامن والامان يقولوا ف تقوم حتى هي بالنظافه وتقوم مثلا عن عندي هنا ميه كلها مكسرة تبي لي صيانه عندي بومبه والله توا في بومبات بينهم تو بنزيد نشوفها يعني كان خامبينها بناخد بومبة ضروري بنا ندير مية وتبيلي معناها نظافة والله يعني مش عارف ربي يفرج <applause> إيه